أرجو أن تبقى معنا شيخ الأزهر الآن، الشيخ محمد السيد طنطاوي، أنت على الهواء. يعني أيوة أولا سمعت. نحب أن تعلق على ما يحدث في باحة المسجد الأقصى. ألو، نعم تفضل. نعم شيخ طنطاوي، يعني نعم نريد أن نسمع منك تعليقا على ما يحدث في باحة المسجد الأقصى حاليا. طب إيه اللي بيحدث؟ قولي لي جرافات إيه اللي بيحدث؟ إسرائيلية تقوم بعمليات حفر. إسرائيل تقول أنها تستبدل جسرا قديما بجسر دائم، والحديث كله خوف أن يعتبر هذا يعني منفذ إلى داخل المسجد، ثغرة تقود إلى داخل المسجد الأقصى. وهذا هو هذا العمل بيتم اليوم؟ يعني هذا العمل اللي بتعمله إسرائيل بتعمله اليوم؟ نعم، طب يعني بتعمله نشاهد اليوم الصور ليه؟ على الهواء إيه الآن. السبب؟ إيه السبب؟ يعني نحن نسأل معك شيخ طنطاوي، ما هو السبب؟ يعني والآن والأمر يعني واقع، لا، ما هو تعليقك عليه؟ إذا كانت إسرائيل بتعمل عمل يتعلق بالإساءة إلى المسجد الأقصى، فطبعا هذا العمل يجب أن يقابل بكل حزم وبكل غضب، بحيث أن يوقف هذا العمل. طيب كيف يمكن أن يوقف هذا العمل، خصوصا وأن العمل ده جهات عبارة عن فلسطينية شوية مختلفة تقول جرافات. يعني أن هناك إساءة اسمعيني واقعة وتغيير اسمعيني، للواقع؟ العمل ده مش عبارة عن شوية جرافات بيهدموا في مكان؟ ما أهل، ما كل اللي هم المسلمين اللي في القدس يروحوا يقفوا أمام هذه الجرافات؟ يعني إذا كانت ما إسرائيل تقول لي تمنع مثلا دخول شوية جرافات الفلسطينيين ممن بيهدموا يعني في تقل بيت؟ أعمارهم عن 45 عاما، تضع يعني هناك إجراءات ما فيش أمنية. حاجة اسمها 45 عام. العمل اللي بيعمل ده اللي فيه إساءة وفيه هدم وفيه إماتة، إماتة لهؤلاء السكان، ما يقفوا ويستشهدوا، والكل رجالا ونساء، يعني هل كل اللي ساكنين الكرة في في القدس. ملعبهم وحدهم يعني ايوه مش دكتور وحدهم، طنطاوي؟ ماذا عن لما الأمة هم الإسلامية؟ يعني اللي هم جنبه اللي ساكنين يطلعوا ويقفوا امام هذه الجرافات. في هذه الحاله العالم كله يقف جنبهم. طيب الجيش يعني ما الإسرائيلي، بيتدخلوش يعني الا حتى لا لما نكون الجرافات. قاسين تماما على من هم في الداخل، يعني ليس هناك طريقة لكثير من على اللي في الفلسطينيين لكي الداخل يصلوا إلى داخل انهم المسجد يضحوا الأقصى، ولكي بانفسهم ما هو اولا. اولا انما هينادوا انما هيقولوا منها، يبقى في هذه الحاله هتكون انتهت الجرافات من العمل. المهم ايقاف العمل. هل هنوقفه بالكلام؟ طيب يعني عدا عن إذا كان يعني لا يسمح لأحد ما بالاقتراب فيش من حاجة باحة اسمها لا المسجد، يسمح. إذا ما المطلوب؟ كيف الكلام يمكن اللي إيقافه؟ هل لا يسمح سنتفرج كلام عليهم؟ حاجة. ما فيش حاجة اسمها لا يسمح. أنا عندما أرى بيتي بيهدم يلي أنا ساكن فيه، يبقى في هذه الحالة لابد إن أنا اللي نقدم ونمنع هذا الهدم. ولتكن آلاف تموت ولا أباسات. انت بتقولي لي جرافات، طب الجرافات دي مش بيقودها ناس؟ نعم. طب قولي لي، طب عاوزه ايه؟ انت عاوزه ايه؟ لا يعني أنا فقط أريد أن أسمع تعليقا من تعليق الشيخ ما الأزهر، تقوم لأنه به يعني اسرائيل بإساءة الجهات للقدس. إسلامية هذا مختلفة إجرام، عربية إجرام، وإسلامية. إجرام. نعم شيخ طنطاوي تفضل. حاجة ثانية؟ أن شيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر
والدكتور دكتور عبد المنعم البري، يعني نواصل حيث توقفنا. المطلوب حاليا، يعني استمعنا إلى شيخ الأزهر يعني يطالب الفلسطينيين بالتدخل وإيقاف الجرافات، هل برأيك هذا كافي في هذه المرحلة؟ يكون هناك مشاركة ولو بالوجدان، بالمشاعر، بالكلمة الطيبة، بسحب السفراء، أي تحرك لا بد من مؤازرة هؤلاء المستضعفين.